مرحبا، اليوم احنا في مهرجان رمضان الدولي للتسوق في اربيل. راح نسال العائلات الموجوده هنا سؤال مرتبط بتاريخ وحضاره العراق، من هو قلقامش ومن هو صديقه بحسب الاسطوره؟ طبعا قلقامش هو ملك مملكه الوكا السومريه، وصديق قلقامش هو انكيدو. خلينا نتعرف على الاجابات، تعالوا وياي. من هو قلقامش؟ ما تعرفين قلقامش؟ هلا بعرف في ملحمة قلقامش، صحيح، بس مين قلقامش؟ إيه هي هاي الملحمة، هي أسطورة. ملحمة قلقامش، قلقامش من قادة العراق، حضارة قلقامش. تعرف من هو صديقك؟ أنا صديقك. مش برادر الشيبية، ما ناسيت اسمه؟ برادر قلقامش. كنجي كنجي يعني برادر. وقتك برادر. 1200 سال فيش ميلادي. انكيدو؟ عافية، برافو، والله عرفت. زاني الطفل ناوتيا انداز، انداز كاك، انداز هو اللي عرف وربحوا، هو ياخذ الهدية. ممكن اذا الف مبروك، بس تعال خوش، شكرا. من وين؟ من الموصل. على راسي على يبتي. السؤال ايه، تعرفين من هو قلقامش؟ ايه، حضارة السومرية. السؤال هو، تعرفين من هو صديق القلقامش؟ ايه، اسمه انكيدو.